بالشخص اللي معون حكم شاهدين ينسي كيما كل ليلة العشي والمعون في راس عقيلة أشكون باش يغسل المعون أيا وينكم ينسي يا لليت الكل يا ورد وياسمين وفل وإن شاء الله نهاركم عسل وربي يعين كل امرأة في الدار في القضية والخدمة والعمل ويشدكم بصحيحتكم ويتمم عليكم فرحتكم قولوا آمين أختكم عقيلة شهية مرقة لوبي بالكعابر حاجة بنينة برشا خاصة بعد نهار سيم والواحد عجوع صابر قلت مالا نهز لقفيفة ونقصد ربي الجزار الحمص يجيب ناخو من عنده كيلو الحم يختاروا هبرة صافية من غير عظم وزيتي محجين مرقة اللوبي يموت عليها وينك نطيبها نتفنن فيها وخرجت مشي تقضيت ما لازم الخضرة من الخضة والزيت والطماطم العطاء وكملت في الاخر اتعديت للجزار يا سي جابر الله المستعان مرحبا يا مدام عقيلة يويكم الغيبة من اللي بدا رمضان هان يا سي جابر غالصة في شور الدار وقضية العشاء والصغاء وزيد بصراحة ما عادش نجم نشيلو اللحم كل نهار انتي وحدك هكا تشوف الأسعار عندك حق يا مدام يا حليل الزوالي والحم العلوش والبقر يسومو غالي أما كما قال الرجل لا تبالي ايش عليك يا مدام ها أخوك جابر عنده أحسن الأسواب كيفاش باش يطيحوا في الاسعار إليه يا مدام هذه ما تلقاها كان عند خوك جابر احسن جزار كيلو الهبره ب 15 دينار كيما قال الراجل لا تبالي يا بالحق والله يرحم والديك ربي يبارك لك يا سي جابر ويجازيك ها والناس اللي ترحم الزوالي والفقير خلي العبيد تلقى ما تاكل في شهر الخير مالا يا مدام انا نخمم كان في الزوالي وكيما قال الراجل لا تبالي يرحم والديه ها والجزارة ولا بلاش أما خسارة كيما سي جابر ما فماش أكا هاو أخذيت من عنده كيلو وروحت به نظفت وركحته وبديت نرحي فيه وفوحته بالتابل والكروية والثوم وعملته كعابر باللحم المفروق ظاهر مرقة لوبيا بنينة من يديات عقيلة لحنينة أوكي العادة جاء وقت شقان الفطر وتلمينا ربي يدوم هالنعم علينا يعطيك الصحة يا عقيلة هالمرقة ظاهرة حاجة ولا أبن تراه بالله عبيلي شوية في الصحن من عيني هاو الصحن ونزيد كانوا فيه المهم صحة وبشفاء أما شبيه اللحم مطعمه هكا يا أخي اللحم مفروم فرشك ولا هكا اللي يبيعوا فيه في الحكة فرشك تفرمت وين بيدي لا حول الله تذوق يا مرا وشم ريحته متبدلة شوية يا سي محدين صدقني شيت اليوم حي ماهوش مفروم وزيد في جابر الجزار عمل لي سوب خبر عاجل وصلنا منذ قليل في إطار حملتها على الغش في هذا الشهر الفضيل وزارة الصحة والتجارة ينبهوا المواطنين من بعض الجزار الغشاشين اللي يبيعوا في اللحم الفاسد في الأسواق للمستهلكين وتم إلقاء القبض على 15 جزار يبيعوا في اللحم الحمار على أنه اللحم أبقى الله الله اللحم بهايم هذا فاش توكل فينا يا عقيلة والواحد صايم خاطيني والله خاطيني يا سي محدين جابر الله يتوليك تغش فيا وتطمع فيا بالسوم وانا ماشي معاك لا وشدني في لا تبالي لا تبالي غشني في الماكله والسهريه في السدهالي سي محدين كالعاده تنرفز وركب جنون وحلف الا ما يشكي بيه ويطلعوا وين ما يكون ناري عليك يا عقيله على صادك المغبون خسرت مرقه لوبيا بالكعابر وشكون باش يغسل لك هالمعون شكون باش يغسل المعون شكون باش يغسل المعون